أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن نتائج زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بناءة وستعود بالنفع على البلدين والمنطقة. وأكد الشيخ صباح الخالد الذي رافق سمو أمير البلاد رعاه الله في زيارته إلى طهران حرص الكويت على التواصل مع إيران للوصول إلى تفاهم حول كافة القضايا التي تهم الإقليم والمنطقة، نظرا لأن إيران تعد ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. اختتم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه زيارته الرسمية التاريخية التي استغرقت يومين للعاصمة الإيرانية طهران بلقاء سماحة السيد علي خامنئي المرشد الديني والقائد الأعلى للثورة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. أهمية الزيارة التي استهلها سمو أمير البلاد على رأس وفد رفيع المستوى بمحادثات مع نظيره الإيراني حسن روحاني عكسها التوقيع على 6 مذكرات للتعاون المشترك. صاحب السمو في وفد عالي المستوى من وزراء الخارجية والمالية والتجارة والنفط يعكس اهتمام الكويت في التعاون في قطاعات مهمة للجانبين. الاتفاقيات المعقودة بين البلدين 29 اتفاقية في مجالات متعددة أضيف لها يعني 6 اتفاقيات البارح في هذه الزيارة تشمل في مجالات الرياضة والسياحة والتجارة، ويعني هذا ما يعمق ويعزز العلاقة بين البلدين. نحن نحرص أن يكون هناك تواصل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز العلاقات الثنائية ولتباحث حول القضايا الإقليمية، لكون إيران دولة مهمة في المنطقة وركيزة من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن حريصين أيضا أن يتم تبادل وجهات النظر حول القضايا اللي تهم الإقليم والمنطقة وأن يكون هناك يعني تفاهم بشأنها. هذه الزيارة التاريخية لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سادها جو ودي عزز بيئة التعاون على الساحتين الثنائية والإقليمية، وعكس ذلك الاهتمام السياسي والإعلامي والشعبي، حيث أبرزت وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة وتأثيرها في العلاقات الثنائية والعلاقات الخليجية الإيرانية. الزيارة كانت منذ بدايتها كما كانت هناك تحليلات، كانت زيارة إيجابية مهمة، وفي اليومين الذي شاهدنا وتابعنا هذه الزيارة نرى بأنه في الواقع كان لها أثر كبير في يعني في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين وأيضا العلاقات الإقليمية التي الكويت جزء أهم منها. في تصوري كانت ومنذ البداية العلاقة بين إيران والكويت علاقة طيبة، ويجب أن نحمل ذلك على حسن الطالع، وبنظري كانت زيارة موفقة. هناك الكثير من الإيرانيين الذين يعملون في الكويت، وإذا كانت هناك علاقات طيبة فإن بعض المشاكل مثل البطالة وغيرها سيتم حلها، وهذا في صالح اقتصادنا. برأيي كانت زيارة طيبة. روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين الكويت وإيران طغت على هذه الزيارة، مما جسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة، ووفرت مناخا جديدا فيما يرتبط بعلاقات إيران بالعالم العربي. اختتم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه زيارته إلى طهران بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة التي تربط البلدين. بندر السعيدي، موفد تلفزيون دولة الكويت، طهران.